وسط تضارب المعلومات وتأويلات جاء الرد الإسرائيلي على إيران. طهران ذكرت أنه كان محدوداً وتم استيعابه، في حين تظهر تل أبيب أنه حقق غايته بتدمير الأهداف المحددة، لكن مؤشرات عدة تشير إلى أنه كان دون السقوف العالية التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي الوقت الذي تعمل فيه آلة البروباغاندا الإسرائيلية على تضخيم حجم العدوان على إيران، تؤكد ردود فعل الأوساط السياسية والإعلامية في كيان الاحتلال بأن العدوان كان ضعيفا، والأهم أنه لا يرقى إلى مستوى التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي يوآف غالانت بعد عملية الوعد الصادق 2. ولقراءة أكثر في ذلك ينضم إلينا رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبك. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. يا هلا ومرحبا دكتور، يعني طال الحديث حول الرد الإسرائيلي، ولكن دكتور كيف تابعت هذا الرد؟ هل كان فعلا خجول كما وصف أم كان محققا لأهدافه بحسب الرواية الإسرائيلية؟ يعني المهم عزيزي هو كيفية إخراج هذا الرد، لأنه الضربات التي قدمت من الناحية العسكرية وأضرارها الحقيقية هي أضرار غير قابلة للتحقق من جمهور المراقبين، بمعنى أن المسألة ليست مسألة مراقبة من قبل محددين أو إعلاميين، وإنما طريقة الإخراج الإسرائيلية الأمريكية هي طريقة تتيح لكل الأطراف التأويل وفقا للاحتياجات السياسية. أي أن إيران بإمكانها المحاججة أن هذه الضربة لم تكن ضربة قوية، لم تكن ضربة تكافئ الضربة الإيرانية في الوعد الصادق 2، كما أن هذه الضربة يمكن احتواء أثارها، ولذلك تعطي إيران مساحة أوسع من المناورة السياسية، بمعنى أنها تعطي إيران القدرة للقول أنها تحتفظ بحق الرد دون أن تلزم إيران في هذه المرحلة بإمكانية الرد السريع أو بضرورة الرد السريع. وهذا الأمر مريح نسبيا لإيران، لأنها في نهاية المطاف غير معنية بأن يكون هناك فعلا يعني عملية تصعيد على المستوى الإقليمي، غير معنية بحرب. هذا الأمر ليس استنتاجا، هذا أمر معلن من قبل النظام الإيراني. في السياق الإسرائيلي المسألة لا تختلف كثيرا، إذا أنها أيضا معنية، أقصد بذلك الحكومة الإسرائيلية، أن تحاجج أمام جمهور إسرائيلي بأن هناك أضرار قد وقعت وأن هناك عملية استراتيجية قد نفذت، دون أن يعني تلزمها بالضرورة في هذه المرحلة بالدخول في حرب واسعة النطاق، ما لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بهذه الحرب. لكن بدون أدنى شك الصورة الأقوى في هذه اللحظة بالذات هي لإيران. لا أقصد التفوق من الناحية العسكرية، وإنما صورة إخراج هذه العملية من الواضح جدا أنها تخدم النظام الإيراني أكثر مما تخدم النظام الإسرائيلي، بحكم حالة يعني الاستهزاء التي شهدتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، نتاجا للمقارنة. يعني أنا كنت أستمع إليكم في التقديم لهذه المداخلة، المقارنة بين الفعل والأقوال التي قدمت من يوآف غالانت ونتنياهو. إذن يعني جاء هذا الرد الإسرائيلي لحفظ ماء الوجه لربما أمام الجماهير الإسرائيلية، لكن ما هي ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي سواء في الحكومة الإسرائيلية أو الشارع الإسرائيلي على الرد اللي تابعناه يعني قبل يومين على إيران؟ يعني حتى لو كانت المسألة من أجل حفظ ماء الوجه، يبدو لي أنها لم تستطع أن تحفظ. يعني إذا كنا نتحدث عن حفظ ماء الوجه، هو في نهاية المطاف هناك عدة مواقف إسرائيلية تشير إلى أن الضربة هذه لم تحقق ما كانت ترغب فيه إسرائيل. أولا على مستوى المعارضة الإسرائيلية نتحدث عن حالة تهكم واسعة النطاق، ربما تفسر على أنها جزء من المناكف السياسية. يعني لا نتوقع من يائير لابيد أن يخرج ليتغنى بفعل على رأسه نتنياهو. لكن أيضا في السياق الآخر الائتلاف الحكومي، يعني مثلا إيتامار بن كفير يقول أنه هذا جزء من ضربة، أي أن العقل الإسرائيلي لا يريد أن يتقبل فكرة أن هذه هي نهاية المطاف مع إيران، وهذا برأيي هو المرجح حتى في عقل نتنياهو. أي أن المسألة بالنسبة للإسرائيلي في هذه المرحلة، وأرجح أنا هذه النظرة، أنها عملية تجميد لحالة الصراع المتأجج مع إيران لفترة وجيزة، إلى حين تبدل الظروف بما يخدم هذه الرؤية الإسرائيلية. والظروف تتلخص في مسألتين،
الانتخابات الأمريكية وما يمكن أن تؤول إليه أحوال البيت الأبيض في مرحلة لاحقة لهذه الانتخابات، والعمل العسكري داخل لبنان وما يمكن أن تؤول إليه يعني الأهداف الإسرائيلية التي أعلنت من هذه العملية. نعم دكتور، الهجوم الإيراني على إسرائيل كان له صدى واضح وصورة الرد أوجعت إسرائيل، ولكن بعدما تبعنا الرد الإسرائيلي على إيران، هذا الرد أعطى إيران مساحة لتحقيق مكاسب على الصعيد الشعبي أو السياسي، كونه كان يعني خجولا يعني ربما؟ يعني ربما، لكن يعني المسألة ليست يعني التغيرات في المزاج الشعبي تجاه أو في الرأي العام الشعبي تجاه الكثير من الأطراف بصراحة هي غير مبنية على الأحداث الآنية. نعم. يعني المؤيد لإيران هو مؤيد لإيران بغض النظر عن الفعل الإيراني وعن طبيعة العدوان على إيران، والمؤيد لتيار مضاد لإيران سيؤيد هذا التيار بعيدا عن هذا الفعل، بمعنى أنه قد تتيح لأنصار إيران مادة إعلامية جيدة للمحاجز بأنه إيران ما زالت صامدة أمام هذا التحالف الأمريكي الإسرائيلي، أنها ما زالت يعني ظهيرا لهذه القوى الموجودة في المنطقة من بينها حزب الله وحماس وغيرها، لكن لا يعني بالضرورة أننا سنشهد تحولات في الرأي العام نتاجا لمثل هذا الفعل. نعم. بعد هذا الرد هناك من يقول بأن هذا الصراع على أبواب الانتهاء. لا أعتقد ذلك بحكم ما يجري في الميدان، بمعنى أنه نحن لا نتحدث عن جبهات منفصلة، حين نتحدث عن غزة أنتم تتابعون الآن ما الذي يجري في شمال قطاع غزة، وحين نتحدث عن لبنان أيضا الأمور أكثر وضوحا من أن يتم التعامي عنها، لذلك إن كنا نتحدث عن الصراع بكليته لا أظن أننا يعني صرنا قريبين من نهاية هذه الموجة من الصراع، وإنما أصبحنا في ظرف إقليمي ودولي لا يتيح لكثير من الأطراف الحديث بصوت عالي عن هذا الصراع. لذلك العودة الآن للحديث عن مسارات دبلوماسية هو عودة فقط من أجل فكفكة هذا الضيق الموجود على المستوى السياسي، والذي برأيي سيتجدد في مرحلة لاحقة للانتخابات الأمريكية، مرتبط أيضا بما يجري في الميدان، إذا ما حققت إسرائيل إنجازات مضافة داخل لبنان أو تعثرت كما هي متعثرة في العمل البري لها. نعم. والحديث عن الدبلوماسية وهو سؤالي الأخير، هل الدبلوماسية الإيرانية لعبت دور في حدة الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ يعني المسألة أمريكية أكثر من كونها إيرانية. يعني المسألة أمريكية بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت معنية بأن لا يتم تجاوز هذا السقف. بالنسبة لإيران هناك بكل تأكيد دور وفاعلية، لكن لم تكن يعني المسألة يعني هي الحاسمة، لكن هناك جهود بذلت من قبل الإيرانيين بزيارات مكوكية لوزارة الخارجية الإيرانية في المنطقة وفي الإقليم. إيران كانت تحاجج بمسألة واحدة أمام كل الأطراف على المستوى الإقليمي، أن أي تأجيج للصراع على المستوى الإقليمي أضراره لن تطال إيران فحسب. وأظن أن هذا الأمر مفهوم لدى جميع الأطراف. يعني وجميع الأطراف كانت متفقة، لا أقصد بجميع الأطراف من الناحية بالناحية الحرفية، لكن معظم الأطراف في الإقليم تدرك أن تأجج الصراع سيأتي بالضرر على كثير من الدول بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية. يعني وزارة الخارجية الأردنية قادت في أكثر من مرة الكثير من الحملات الدبلوماسية في الإقليم وفي العالم نتاجا لهذه الفكرة، أن الأضرار في الشرق الأوسط لن تكون أضرار على طرفي الصراع من الناحية العسكرية، وإنما أطراف أخرى ستتأثر بالضرورة بحكم انغياب الاستقرار في المنطقة. نعم. بدي أشكرك كل الشكر دكتور بلال شوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، حول هذه القراءة السياسية حول تطورات الأحداث. كل الشكر لك على حديثك ضمن برنامج بصراحة. بدنا نكمل حديثنا ونروح إلى طهران، وبعد أن أعلنت دفاعاتها الجوية تصدي للهجوم الإسرائيلي، وكان هناك أضرارا محدودا وقعت في بعض المواقع، وقال الدفاع الجوي الإيراني في بيان أن إسرائيل هاجمت أهداف في محافظات طهران وخوستان وإيلة. لمعرفة كيف تفاعلت إيران مع هجوم الكيان الإسرائيلي ينضم إلينا من طهران الكاتب والصحفي إبراهيم شير. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. وللمشاهدين الكرام أهلا بك. أهلا ومرحبا بك سيدي، كيف تفاعل الشارع الإيراني مع هجوم إسرائيل؟ سأجيبك كما يسأل الشارع الإيراني.
أين الهجوم الإسرائيلي؟ أين العدوان الإسرائيلي الذي روج له لعدة أسابيع؟ هذا ما يتساءل عنه الشارع الإسرائيلي. أي أن الشارع الشارع الإيراني. الشارع الإيراني لم يرى الهجوم الإسرائيلي، لم يشعر بالهجوم الإسرائيلي، حيث روجت إسرائيل على مدى أسابيع أنها ستستهدف المواقع النووية، ستستهدف محطات توليد الكهرباء، ستستهدف منابع النفط، ستستهدف مصافي النفط. كل هذا لم يحدث. كان هجوم خجول، عدوان خجول فقط لرد ماء الوجه. أستاذ إبراهيم، يعني التصريحات التي خرجت من السلطات الإيرانية بأنه رد إسرائيلي باهت واستعراضي، الجميع يتساءل اليوم إذا كان هناك سيكون رد من قبل طهران على إسرائيل. هل سيكون هناك رد على إسرائيل؟ بالطبع سيكون هناك رد على إسرائيل. ما قبل الرد الإسرائيلي كانت هناك تصريحات سواء من الرئيس الإيراني أو وزير الخارجية أو السيد القائد المرشد، وحتى رئيس البرلمان. وما بعد العدوان أيضا كان هناك حديث عن رد. في الأمس عراقشي صرح أن سنرد على العدوان الإسرائيلي، واليوم محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني قال أن لإيران الحق على الرد وسترد وفق آلياتها أو وفق ما تحتم عليه الظرف أو المنطقة. كيف تقرأ الحراك الدبلوماسي الإيراني؟ أنا أختلف مع الدكتور قبل قليل الذي تحدث أن الولايات المتحدة هي التي كانت معنية في ضبط الغباء الإسرائيلي أو كبح إسرائيل. لا، من كبح إسرائيل ومن كبح الولايات المتحدة هي الدبلوماسية الإيرانية. إيران ما قبل العدوان كان هناك جولة مكبوكية لعراقشي شملت تقريبا 7 أو 8 أو 9 دول من بينها الأردن ومصر وتركيا. رسالة إيران كانت واضحة. بدأت باتصال مع السعودية. رسالة إيران كانت واضحة أنه إذا ضربت أي منطقة إيرانية حساسة وكان هناك مشاركة أمريكية وسمح بالمرور الطائرات الأمريكية والإسرائيلية بالمرور فوق الأراضي العربية، ستضرب المصالح الأمريكية في هذه الدول. وهذه الرسالة وصلت حرفيا إلى الولايات المتحدة، وهذه وفق معلومات دقيقة أقولها لك. رسالة عراقشي وصلت دقيقة إلى الولايات المتحدة ووصلت دقيقة إلى إسرائيل. وبالتالي كانت الولايات المتحدة مجبرة على كبح تل أبيب. إذن يعني زيارة وزير الخارجية الإيراني والجهود الدبلوماسية لربما ساهمت بتخفيف وطأة هجوم تل أبيب على إيران. نعم، هذه الزيارة هي التي ساهمت بإيقاف هذا الغباء الإسرائيلي، وساهمت بهذا الرد الباهت، هذا الرد الضعيف جدا من قبل كيان الاحتلال. هل أعلنت إيران عن المواقع التي تم استهدافها أو حجم الضرر بعد هذا الهجوم؟ الإعلان كان واضح. إيران قالت أن من مسؤولت فيها بعض المواقع العسكرية سواء بطهران أو خوزستان أو إيلام استشهد 4 عسكريين. وهنا علينا أن نعلم حجم الضرر الذي وقع، أنه فقط ضربة من قالت إسرائيل شاركت بها 100 طائرة ثم نزل العدد إلى 25 استشهد فيها فقط 4 جنود. بالمناسبة هناك احتفال سنوي بإيران. بهذا الاحتفال يستشهد عدد عسكريين أو عدد من الشرطة المدنية أكبر. هذا تخفيف يعني من حجم الهجوم. لم يكن هناك هجوم. بعض المواقع العسكرية في مدينة كرج التي هي في محيط طهران ضرب موقع عسكري مهجور استخدم لتمثيل أحد المسلسلات الإيرانية. لم يكن هناك ضربة حقيقية. الهدف كان الضربة هي لحفظ ماء الوجه الإسرائيلية. واليوم تحديدا هيئة الدفاع الإسرائيلية تقول أن بعض الوزراء في حكومة نتنياهو قالوا أن الرد لم يكن متوافق مع الرد الذي قامت به إيران. بالمناسبة إسرائيل هي من جرى المنطقة لهذا الشيء. إسرائيل هي من انتقلت من حرب بسيطة من حرب جزئية في قطاع غزة إلى متوسطة في لبنان، ثم أرادت حرب إقليمية مع إيران، فأجبرت الولايات المتحدة على الدخول بهذه الحرب. ودخول الولايات المتحدة يعني أن إيران ستوجه ضربة أيضا للمصالح الأمريكية، فأجبرت واشنطن على أن تخفف هذه الضربة.
وبالتالي إسرائيل هي من جرت المنطقة إلى هذا الشيء، سواء بضربة الصولية الإيرانية في دمشق، وثم اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران. واغتيال هنية في طهران ليس هدفه هنية تحديدا كما يعتقد البعض، كان هدفه إيران. أي أننا اغتلنا هذا المسؤول الكبير للمقاومة في يوم تنصيب الرئيس، في أكثر يوم حساسية لكم، فكان الرد الإيراني موجع. أستاذ إبراهيم، يعني تحدثت بالبداية بأنه إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي، ما هي سيناريوهات الرد المتوقعة؟ سيكون هناك رد، يعني من جميعنا توقعنا أن الرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية سيكون بعد يوم أو يومين أو أسبوع، تأخر الرد تقريبا شهر أو شهرين. ولكن ردت إيران برد مفاجئ، ردت في وقت الذروة، يعني تقريبا بين الساعة 8 والتاسعة بتوقيتها كان هناك قصف. لم يكن هناك إعلان مسبق كما كان الرد الأول. وبالتالي نستطيع أن نرى أن الرد الإيراني سيكون وفق معطيات المنطقة. هل سيكون هناك رد؟ 100% سيكون هناك رد. شكل هذا الرد؟ إلا إذا شكل هذا الرد سيكون بالتأكيد هو قصف صاروخي. لن يكون هناك رد بطريقة أخرى، ولكن هل ممكن تتجنب المنطقة الرد؟ نعم، ممكن تتجنب المنطقة الرد سيد إذا تم العمل دبلوماسيا على إيقاف العدوان على قطاع غزة، ممكن أن إيران تغير رأيها بالرد. سيد إبراهيم، تحدثت بأن لم تقع خسائر على الصعيد العسكري جراء هذا الرد الإسرائيلي، وكان هناك استخفاف إيراني بهذا الرد بشكل واضح، ولكن هل هذه مؤشرات على أن كان هناك تنسيق حول هذا الرد مع جهات أخرى؟ الآن نستطيع أن نقول تنسيق، لم يكن هناك معطيات على وجود تنسيق، يعني ما خرجت هي بيانات صحفية من صحف ليست أهل ثقة مثل إكسيوس وغيرهم، فبالتالي ليس هناك معطيات حقيقية على وجود تنسيق. ولكن العاقل المجنون قبل العاقل يعلم أن إسرائيل سترد، أو إسرائيل ستقوم بعمل غباء أو بجر المنطقة نحو التصعيد. وبالتالي الدفاعات الجوية الإيرانية منذ أسابيع وهي على أهبة الاستعداد. وكما نقل لي أحد الضباط الكبار أنهم كانوا متفاجئين من هذا الرد الضعيف، نحن استعدت القيادة إلى رد أكبر، فأتى هذا الرد الضعيف جدا. بدي أشكرك كل الشكر الكاتب الصحفي إبراهيم شير، كنت معنا عبر سكايب من طهران، كل الشكر لك حول هذا الحديث حول الرد الإيراني، الرد الإسرائيلي ووجهة النظر الإيرانية حول ذلك.